واحدة من أخطر قاذفات الصواريخ حول العالم وأشدها فتكة، أشبه براجمة صواريخ نووية، ورأس حربي واحد منها قادر على تدمير مساحة بحجم ملعب كرة القدم. تذيب الفولاذ وتصهر المعادن ويستحيل على أي بناء الصمود أمام ضرباتها. فما هي حكاية هذا السلاح الذي دمر نصف الدعم العسكري الذي تلقته أوكرانيا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة؟ الكثير من الخفايا والتفاصيل نكشفها لك عزيزي المشاهد بهذه الحلقة، تابعونا. قاذفة الصواريخ توسوتشكا. تعتبر الذخائر التي تستخدمها توسوتشكا من أهم جوانب قوتها التدميرية، إذ بإمكان راجمة توس 2 إطلاق 18 صاروخا عملاقا من الصواريخ الحرارية من عيار 220 ملم. وتستخدم هذه الصواريخ تكنولوجيا الوقود الجوي لإنتاج انفجارات ضخمة تؤدي إلى تدمير شامل للأهداف. وتعتبر صواريخ توس 2 أعجوبة من أعاجيب الهندسة العسكرية لكونها قادرة على الانفجار حسب طبيعة الميدان وخلق موجة حرارية هائلة تؤدي إلى تدمير المباني والتحصينات وإجبار الأفراد على ترك مواقعهم. ويستطيع الخليط الكيميائي من مواد شديدة الاحتراق توليد درجات حرارة عالية جدا تصل إلى حوالي 3000 درجة مئوية، مما يسبب دمارا هائلا لكل ما يقع ضمن نطاق الانفجار. وتعمل الرؤوس الحربية لصواريخ توسوتشكا بثلاثة أوضاع للتفجير. التفجير الزمني، إذ يتم ضبط الصاروخ لينفجر في الهواء بعد فترة زمنية محددة، مما يؤدي إلى إنشاء سحابة نارية ضخمة تغطي منطقة واسعة وتخلق كمية هائلة من الشظايا. التفجير عند الصدمة، حيث ينفجر الصاروخ عند ملامسته للهدف، مما يسبب دمارا تقليديا يشبه تأثير قنابل فاب وكاب الروسيتين. التفجير بعد الصدمة، ويتم ضبط الصاروخ لينفجر بعد اختراقه للتحصينات أو للجدران الخرسانية، مما يعزز من فعاليته في تدمير المباني المحصنة. يبلغ مدى هذه الصواريخ نحو 10 كيلومترات، مما يمنحها القدرة على ضرب أهداف بعيدة نسبيا مقارنة بالأنظمة السابقة مثل توس 1 وتوس 1A التي كانت تمتلك مدى أقل يصل إلى حوالي 6 إلى 7 كيلومترات. المواصفات العامة. جاءت راجمات الصواريخ توس 2 أو ما يعرف بتوسوتشكا كنظام محدث جرى تطويره لتعزيز قدرات القوة الروسية على خلق ثغرات في الخطوط الدفاعية للأعداء. ومن التحسينات التي حصلت عليها قياسا بسابقتها توس 1 وتوس 1A أنها محمولة على هيكل شاحنة عسكرية بدلا من هيكل الدبابة، مما عزز من قدرتها على الحركة والتنقل بسرعة أكبر ومرونة أعلى. يبلغ وزن نظام توس 2 نحو 45 طنا، مما يجعله ثقيلا بما يكفي لتحمل الصدمات، ولكنه أيضا خفيف بما يكفي لضمان حركة مرنة، كما يتمتع النظام بدرع فولاذي لحمايته من الهجمات المباشرة، بالإضافة إلى درع متفجر يقوم بتدمير الصواريخ والقذائف المضادة للدروع قبل أن تصل إلى هيكل العربة. يتم تشغيل توس 2 بواسطة محرك ديزل بقوة 500 حصان، مما يمكنها من التنقل بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، بفضل ناقل الحركة المكون من 7 سرعات والموزع على 3 محاور، مما يجعلها واحدة من مركبات القتال سداسية الدفع عالية الأداء والقادرة على التحرك بمرونة في مناطق الاشتباك، فيما يصل مدى عملياتها إلى 600 كيلومتر، مما يمنحها القدرة على الانتقال السريع بين المواقع المختلفة. يبلغ طول توس 2 حوالي 7 أمتار، وعرضها 3.5 متر وارتفاعها 3.2 متر. هذه الأبعاد تجعلها أصغر حجما مقارنة براجمة الصواريخ التقليدية،
مما يسهل من تخفيها ومناورتها في التضاريس الوعرة والمناطق الجبلية والتحصينات العسكرية. المزايا القتالية: تكمن القدرة القتالية لتوس 2 في سرعة الإطلاق والتذخير، حيث يمكنها إطلاق صواريخها 18 بالكامل في غضون 10 ثوان فقط، وإعادة تذخيرها في أقل من 15 دقيقة. هذه السرعة تجعلها فعالة في العملية الهجومية التي تتطلب سرعة تنفيذ عالية. تحتاج توس 2 إلى طاقم مكون من 4 أفراد لتشغيلها: قائد المركبة، الرامي، المذخر والسائق. في حالات الطوارئ يمكن الاثنين فقط تشغيل الراجمة وإجراء المهام القتالية. توسو تشكا والأرض المحروقة: ينفرد الروس باستخدام استراتيجية الأرض المحروقة في العملية البرية، على عكس بقية الجيوش التي تلجأ للضربات الدقيقة وتوفير الذخائر والهجمات. وتستند هذه الاستراتيجية إلى تدمير شامل لكل ما يتعرض طريق القوات المتقدمة باستخدام كافة أنواع الأسلحة الممكنة من المدفعية إلى الطيران، لتدمير منطقة معينة بشكل كامل بحيث لا يبقى أي جزء منها صالحا للقتال أو الدفاع. ويتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية تنسيقا عالي المستوى بين مختلف الوحدات العسكرية من خلال شبكات اتصالات متطورة تربط بين وحدات المدفعية والصواريخ وسلاح الجو. ولكون شبكة الاتصال الخاصة بتنفيذ هذه الاستراتيجية هي الحلقة الأضعف والتي تستغرق وقتا لإعدادها، كان على القوة الروسية البحث عن سلاح يلبي حاجة الأرض المحروقة بشكل مستقل دون التنسيق الجماعي مع باقي الوحدات، وكان الخيار الأمثل راجمات توس. التاريخ التشغيلي: تم الكشف عن توس 2 لأول مرة في العام 2020، وبدأ استخدامها في العديد من العمليات العسكرية المختلفة، وقد شاركت في عدة مناورات عسكرية وأظهرت كفاءة عالية في الأداء. ومن المتوقع أن تلعب دورا مهما في العمليات العسكرية المستقبلية نظرا لقدراتها التدميرية العالية ومرونتها في الحركة. شاركت توس 2 في تدريبات عسكرية مكثفة قبل دخولها الخدمة الفعلية، حيث أظهرت قدرتها على تدمير الأهداف بدقة وفعالية، كما تم استخدامها بشكل رئيسي في العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث أثبتت جدارتها في ميدان المعركة. ومن بين الجيوش المتعاقدة على استيراد قاذفة توس 2 الجيش الجزائري والجيش الإيراني والجيش الهندي، إلا أن روسيا أجلت تنفيذ العقود إلى أوقات لاحقة بعد دخولها في الحرب الأوكرانية على جبهة يبلغ طول خطوط التماس فيها أكثر من 1200 كيلومتر، وتتطلب وحدات دعم ناري أكثر مما يمتلك الجيش الروسي للتغلب على الجيش الأوكراني المدعوم عسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية وكافة دول حلف الناتو والعديد من الدول حول العالم. التقييم الغربي لراجمات توسو تشكا: تعكس توس 2 الابتكار والتقدم التكنولوجي في الصناعة العسكرية الروسية، وأثبتت أن الجيش الروسي قادر على تطوير واستخدام أسلحة حديثة تلبي احتياجات الحرب المعاصرة بكفاءة عالية. ومع الاستمرار في تحسين هذه الأنظمة ستظل روسيا لاعبا رئيسيا على الساحة العسكرية الدولية، مستخدمة تقنيتها المتطورة لتحقيق التفوق في ميدان المعركة. تجمع هذه القاذفة بين القوة التدميرية العالية والمرونة في الحركة والدقة في تنفيذ الضربات وتحقيق الإصابة والسرعة في أداء المهام الميدانية. ومع تصميمها الحديث وتقنيتها المتطورة يمكنها تنفيذ مهام تدميرية واسعة النطاق بشكل مستقل وفعال، مما يجعلها العتاد الأمثل لتحقيق نتائج طرد الجنرالات الروس خلال حرق أرض للعدو. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقيمك للقاذفة توسو تشكا الثانية؟ وبرأيك هل يمكن للجيوش المعادية ردعها؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.